بصوا بقى هتنبهروا، يعني هتنبهروا. انا دلوقتي بسرح شعري واستخدمت بس المنتج اللي انا هعمله معاكم في الوصفة النهاردة، وضفت عليه كم مكون بسيط جدا. مع العلم انا شعري كيرلي، يدوب بس سرحت شعري وسبته ينشف، وبعد كده فكيته كده بايدي وبالفرشة، وشوفوا الجمال ومفيش تقصف ولا هيشان، وكمان نسبة فرد وتنعيم للشعراية. تعالوا بينا نشوف الطريقة بسرعة. بلسم شعر مش هتستغني عنه خالص. ليه بقى؟ بيشيل التقصف، بيشيل الهيشان، بيدي لمعة حلوة جدا في الشعر، بيرطب وبيطري الشعراية، زائد بيدي نسبة فرد وتنعيم للشعراية، وكل ده بمكونات طبيعية طبعا. ده بالإضافة بقى ان هو كمان مناسب للناس اللي شعرها اتبهدل وتقصف وتكسر وبيقع بسبب البروتين والكيراتين. يبقى مستناه ايه؟ يبقى لازم تعملي البلسم بالطريقة دي فورا. يلا بينا. مكونات بسيطة جدا هتخلي بلسم الشعر بتاعكم سحري بجد، هيوقف التساقط، وكمان هيدي لمعة حلوة جدا للشعر، هيعالج التقصف، هيعالج الهيشان، هيعالج تكسير الشعر، زائد هيدي نسبة تنعيم وفرد للشعراية، يعني حاجة كده تحفة. زائد ان هو مناسب جدا برضو للناس اللي شعرها باظ واتدمر من البروتين والكيراتين. تعالوا ندخل في الطريقة على طول. بصوا دي كده مية مغلية، اوكي؟ هتعرفوا ليه دلوقتي. هعمل حمام مائي، وبعد كده هجيب بولة فاضية، بس الاول هنحط عليها ايه بقى؟ المكون السحري اللي هيودي البلسم بتاعكم في حتة تانية خالص بجد. شمع العسل ده البيز واكس، اوكي؟ ده اللي هو ايه؟ شمع العسل اللي بيتصنع منه مستحضرات التجميل. طيب ده دلوقتي تقدروا تشتروه من اي حد اونلاين، بس يعني مش عايز اقول اسماء المواقع يعني عشان محدش يفتكرها اعلان، او تقدروا تشتروه من محلات مستحضرات التجميل. لكن ده مش الشمع بتاع اللي هو الواكس بتاع شعر الجسم، لا، ده البيز واكس اللي هو الخام الاصلي. طيب هناخد منه بالظبط، يعني مثلا خلينا نقول هنعمل شوية قد دول، يعني هنحط في علبة زي دي كده البلسم بتاعنا، اوكي؟ فاحنا يعني خلينا نقول دي مثلا 250 جرام، فهناخد على ال 250 جرام بلسم هناخد ربع معلقة من البيز واكس، شايفين؟ ربع معلقة. كام واحدة بالظبط؟ هناخدهم كده تمام، وهنضيفهم في حمام مائي لحد ما يسيحوا خالص كده. خلاص الشمع بتاعنا ساح. انا نقلته بس من الطبق ده لطبق فخار عشان احتفظ بحرارته وما يجمدش معايا بسرعة قبل ما احط البلسم. طيب دلوقتي هضيف الاضافات بتاعتنا. اول مكون زيت جوز هند، معلقة صغيرة. تاني مكون هضيفه، على فكرة هو دافي دلوقتي، ما ينفعش نحط اي زيوت او الحاجات اللي انا هضيفها دلوقتي وهو لسه سخن، لازم يكون دافي. طيب تاني حاجة هتكون جليسرين طبي، هضيف منه معلقة كبيرة فيما يعادل معلقتين صغيرين. ثالث مكون هضيفه هيكون عسل نحل طبيعي، نص معلقة صغيرة. عايز اقول لكم ان الثلاث مكونات دول هيفرقوا كتير قوي 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 في البلسم بتاعكم. انتوا هتجربوا هتشوفوا بنفسكم، هتشوفوا الطريان. يعني في ناس كتيرة بتستخدم البلسم بينشف شعرها او مش بيطريه، لا ده هيطريه جدا جدا جدا، هيعالج الاطراف المتقصفة، هيعالج تكسير الشعر، هيعالج البهتان اللي في الشعراية، هيدي لمعة حلوة جدا للشعراية، زائد نسبة تنعيم وفرد للشعر. طيب المهم زي ما انتم شايفين المكونات كلها اهي دابت مع بعض.
اهو. طيب دلوقتي بقى هنضيف ايه؟ هنضيف الكونديشنر بتاعنا طبعا بعد ما المكونات كلها تدفى خالص يعني وهي دافية. قلنا ايه المكونات دي؟ على 250 مللي من الكونديشنر، ونبتدي نقلب كويس جدا. اصلا هتشوفوا شكل الكونديشنر يعني هتحسوا ان هو كده بقى غريب، بقى جميل حتى ملمسه، شكله لونه. شايفين حاجة كده تحفة؟ بصوا تعالوا بقى نفضيه في أي بقى علبة فاضية عندكم، إيه رأيكم؟ حاجة كده تحفة تحفة تحفة. عايز أقول لكم إن الطريقة دي إن أنتوا تعملوا بيها البلسم بتاعكم مش هتستغنوا عنها خالص، لما هتشوفوا جمالها على شعركم وفوائدها وكل حاجة هتحسوا بتحسن من أول استخدام ومن أول استعمال. وجربوا واحكموا. ثلاث مكونات بس هتحول شعركم وهتحول الكونديشنر بتاعكم لحتة تانية خالص. طريقة استخدامه زي اي كونديشنر طبيعي عندكم، شوفوا انتوا بتستخدموا الكونديشنر بالطريقة بتاعتكم الطبيعية واستخدموه زيها، بس اهم حاجة على الاقل قعدوا على شعركم حوالي ربع ساعة. وانتوا داخلين تاخدوا شاور عايزين تحطوا على الاطراف، ان انتوا الاطراف المتقصفة من نص الشعر لو في تكسير للناس اللي كانت عاملة بروتين وكرياتين والشعر بيتقصف، لو عايزين تحطوا يعني ابعدوا عن الجذور بنص سنتي بس وحطوا على كل الشعر، هيديكوا لمعة حلوة قوي في الشعر، فرد في الشعراية، تنعيم. زائد بقى انتوا لو عايزين بقى فعلا شعراية طرية جدا ومفرودة، بعد ما تحطوه على شعركم اشطفوه نص شطفة وبعد كده لفوا شعركم كحكة، اوكي كحكة او اللي هي الدوامة الطاقية، واستنوا لحد ما ينشف خالص وشوفوا بقى الجمال والحلاوة. بجد هتحسوا ان شعركم مش طبيعي، لمع ترطيب تنعيم كل حاجة. فده كده كانت وصفة النهاردة، يا رب يكون الوصفة عجبتكم. لو عجبكم كل حاجة بقى ما تنسوش تعملوا لايك كتير، شير اكتر، وما تنسوش تعملوا لي فولو على صفحتي على فيسبوك باسم كريمز ستوديو، وكمان قناتي على اليوتيوب باسم كريمز ستوديو، وكل السوشيال ميديا بتاعتي باسم كريمز ستوديو. اشوفكم في وصفة جديدة وحلقة جديدة وفكرة جديدة. سلام.